مسلسل القسم، أحداث المترجم من مسلسل اليمين أو القسم الموسم الجديد. هل ستموت ريحان في الموسم الجديد؟ ومتى سيعرض؟ وهل أمير سيقبل طفله؟ وماذا عن جافدان؟ نعم، أيضا في الموسم الجديد ريحان ستلد الطفل وستموت. ستبدأ العرض في 7 سبتمبر. أمير سيعتبر حاله مسؤول عن موت ريحان، لهذا لن يقبل طفله لفترة من الوقت. أمير بعد موت ريحان سيتغير كثير، سيبدأ في مسابقة السيارات، وأيضا سيشارك في الملاكمة لكي ينسى موت ريحان. أما عن كمال ونارين، سيدعمان أمير في هذه المصائب أو الصعوبة التي يمر فيها، لكن أمير لن يسمع لأحد، لأن أمير بعد موت ريحان سيتحول إلى شخص آخر، وسيدخل ممثلون جدد إلى المسلسل. ومن الفنانون التي شاهدناه في الإعلان وقالت أنها سترعى طفلها الطفل مثل قرة عينه، بمعنى آخر ستكون ريحان الجديدة في الموسم الجديد. أمير لن يكون مسؤول على الطفل، لأنه يجد أن الطفل هو سبب موت ريحان. لكن ريحان الجديدة وملكي سيعملان على أن أمير سيقبل هذا الطفل، وبالإضافة أمير سيتزوج من ريحان الجديدة، اسمها الحقيقي أليف. ستتغير مسيرة المسلسل أو الموسم الجديد بشكل آخر. كمال ونارين سيتزوجان في الموسم الجديد، ولكن بعد مرور كثير من الصعوبات أمامهم. جافدان، حان الوقت لتأخذ عقابه. جافدان، هناك الاحتمال الأول لما شاهدنا في الإعلان أو أنها أصابت بنوبة عصبية لأن جيمرا قامت بتبديل الأدوية لها، أو أن موت ريحان هو السبب، وبعد أمير عن البيت هو من أزاد حالتها، أو إذا علم أمير بحقيقتها ما فعلت بريحان سيقوم بطردها من القصر، ولهذا ستتراجع إلى ماضيها، يعني الفقر. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون أعجبكم الفيديو. أتمنى منكم أصدقائي وأحبائي الكرام أن تشتركوا بالقناة لكي يصلكم كل جديد، ودعمونا باللايك وفعلوا زر التنبيهات. ولا ندعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.